غلط. تعال أبغاك تساعدني. استنى، بحاول أكسب الفضائيين. وأنا كمان حقضي على الفضائيين. أنتوا إيش بتسووا بس؟ على فكرة أنتوا كده بتحاربوا بعض يا بابا. يا تصدق، معلش أصلي جوعت ومش عارف أركز. صحيح، متى رح ناكل؟ دقايق والباذنجان رح يكون جاهز. الجرس، الأكل شرف ونور. خلاص حناكل. حناكل. خلاص الباذنجان ساخن وجاهز تاكلوه. يا جماعة بيكفي أكل فاست فود. انتوا ما سمعتوا عن الجلوتين؟ أفضل طريقة عشان تبعدوا عن الجلوتين هي إنكم تاكلوا خضار طازج. أيوة عندك حق جدا يا عنود، الجلوتين مضر. بطني أوه كلنا كتير. إحنا نقدر نقول إننا خربناها. انتوا انتبهتوا إحنا قد إيش كثرنا في الأكل؟ نفسي مرة تاكلوا الباذنجان، الباذنجان مفيد جدا. أسيب البيتزا وآكل باذنجان؟ أقولكوا على حاجة وما تتخضوش، أنا جعت تاني. إيش؟ أقولكم شي تاني، أنا كمان جعت. أعتقد يبغالها آيس كريم. مو معقول اللي بتسووه في نفسكم ده. الحياة صارت جميلة. ها؟ بابا ايش الصوت ده؟ دي صناديق زبالة فضائية، شكلهم جايين يحتلوا أرضنا. هادي أكيد بسة. لا مش أنا. تخبوا بسرعة، تخبوا. صندوق زبالة بيتكلم. زبالة ايش؟ لك تخبوا بسرعة ورفضوا بجلدكم. مين ده؟ أستاذ لحم بعجين؟ الحق الحق جايين. مين هدول؟ لقونا. طب ازاي؟ بروكلي. لحوا عنكم يا جماعة وفركوها من هون. يلا جايز اهربوا هالا. ليكوا اللي بده يهرب بده ينط معنا. ايش بتسوي يا عمو؟ حد يقدر يقول للحم بعجين لا يا ناس؟ انت توقف، فلتتوقف ولا تتحرك. هربوا منا. هيا سريعا وراءهم. اقتربوا منا بليز جايز. شو يا سجق الصندوق، جاهز ولا لا؟ ايوان. حلو، كبوا كل شي بالصندوق. حوريكم. لا خلعوا المقود، انتبه. كفاية يا عمو فلافيلو. لك قلتلك يلي بالصندوق، ليه جميت التركسيون؟ مش توضح يا عم الشباب، انا مش فاهمك خالص. لا استطيع التهكم، كود زيرو كنترول. مو مهم ابدا، انت لازم تستخدم خيالك. انا لا اشاهد الكرتونز، خيالي اندر زيرو. هلا كبوا لحمة السجق من الصندوق وفورا ومشورة بسرعة. يلا اسرع اسرع. محتاجين سجق. بطل أكل يا عمو وارمي عليهم. يا ابني ما ينفعش، دي نعمة. ننزلخ ولا أستطيع التحكم. انتبه. روقوا شباب، نحن قربنا نوصل. شغلت خيالي يو مان. والإيش وصلت؟ اقفزوا هيا. إيش المكان هذا؟ شبه المحل بتاع الهامبرجر. ما أنا أدري، بس إيش اللي جابنا هنا؟ هذا المقر الرئيسي تبعنا، ومن هالمطبخ هذا بننطلق للعالمية. المقر حقكم؟ طيب وإيش اللي جابنا هنا؟ خلاص يا جماعة، أنتوا علقتوا هون، ولو الخضرة شافوكم ما رح يتركوكم أبداً. شوف، على راسه لحمة مفرومة، صراحة يضحكني. أيوة، ما أنا ناوي أكله كمان شوية. شخص واحد بس يلي بيقدر يساعدكم، وهو جده جلوتين. جده جلوتين؟
البوابة لسه فاتحة، يلا على المطبخ. يلا فوتوا بسرعة يا جماعة، أبغى قدر زي هذا. أنا داخل. يبي. أنا جاي. الجو بارد عندكم؟ أبداً، الجو جميل. درغام تعال، حتنبسط قوي. ها طيب كده كويس، أنا جاي. أهلين بعالم الفاست فود. أكتر شيء حلو شفته في حياتي هذا ولا الأحلام؟ بيتزا وطالع الشجر، إيش ده؟ وين الكاتشب؟ دي طلعت كبيرة قوي، شوفوا شوفوا معايا. دي حلوة قوي. دي أكبر واحدة. ممكن ألعب بيها لو سمحت؟ طبعاً ممكن. هنا أنت بتعمل كل اللي نفسك فيه وبتاكل كل حاجة ومفيش حد يقدر يمنعك أبداً. زي ماما. إيوة، لو كانت ماما هنا أكيد كانت قالت لا تاكلوا هذا عشان في جلوتين وفي كالوريز. شوفوا شوفوا، عملت بالونة مدورة. ما البالونة في الأصل مدورة. طيري يا بالونة، يا بالونة طيري. غريبة، يا ترى الملابس هذه حقت مين؟ اللبس ده سابهن ناس كانوا بيزورونا، زي ما تقول سيفونير يعني. تركوا ملابسهم وراحوا؟ انسوا خالص، احنا النهاردة هنعمل حفلة كبيرة على شرف معاليكم، ودلوقتي روحوا كلوا اللي نفسكم فيه. خذوا راحتكم على الآخر. عالم الفاست فود، النهارده يوم لذيذ فعايزين نحتفل بضيوفنا الغاليين. سموكم اوت، نعملوا بالفرن او نعملوا مناقيش. مناقيش؟ ايش قصدهم؟ درغام اعمل لي مساج بالزيت. انت مفكر نفسك على البحر بس يا اخي؟ ما هم ادونا دول عشان ندهن لبعض. ايه؟ صلصه باربيكيو، صلصه بشاميل، زيت زيتون، يعني كده راح ياكلونا. بابا النهارده يشرفنا. إناف مان، تكلمت كثيرا إلى الأكل. عفارم عليك يا ابني، يلا بقى ناكل. أوكي هنبدأ دلوقتي، هتقولي الحلة حالا. هم بامبا هم بامبا هم بامبا هم بامبا. حلوة أوي، هيعملونا مهلبية. ودلوقتي هاتوا ضيوفنا هنا. أوه، إيش بتسوي؟ استنى يا أخي، فين رايح؟ اتركوني. أي في الجود تلالالا. خمصني فوت أنت كمان. مش حيث يا بابا. مين دول؟ دول الخضار الأشرار. وقت التغذية. أوه، هدول يلحقونا كده ضعنا. الوداع يا كوليسترول. وداعا للأكل المضر. يا جزر أخرجهم من هنا. أمرك سيدي. هيا سريعا سريعا. وحضرتك مين؟ انا ادعى بروكلي. انت تاني يا اعرف، لا احد يحبني. دقيقه بس، مو انتوا يا جماعه اللي كنتوا بتركضوا ورانا من شوي؟ كنا نحاول المساعده لكن الفاست فود خدعوكم وضحكوا عليكم، اقنعوكم اننا اشرار واختطفوكم وكانوا سياكلوكم اكل هم هم. اول مره في حياتي احب البروكلي. عدو هروب. لطوهم بسرعة، لطوهم في الحلة. إيش رح نسوي الحين؟ إذن عليكم أن تعودوا من نفس البوابة. أسرع وسيلحقون بكم، هيا انزلوا بسرعة. نعم، وقت الرجوع للبيت. ما رح تيجوا معانا؟ لا يا ولد، لن نذهب أبداً قبل تنظيف عالم الدهون هذا. نحن هنا للحفاظ على صحتكم. أقول لك حاجة يا بروكلي، أنت أجدع خضار. شكراً صديقي، ولا تنسوا تغطية الإناء بعد رجوعكم. اربوا اربوا بسرعة، ما تخلون يهربوا. أنا اديتك اللعبة بتاعتي يا فلافيلو، بقى تعمل معايا كده؟ أهو كده. يلا بسرعة ورايا. إيش اللي حصل؟
حصل يا شباب؟ شفتني وأنا بستهدف جدو جلوتين؟ أنا جدع مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ إحنا حنلحف كل هذا كيف؟ العنود كالعادة رح تطبخ بروكلي على الغداء والبروكلي بينحف. بصراحة البروكلي ده صاحب صاحبه جدا. يلا عشان تنبسطوا شوفوا أنا إيه جبتلكم؟ جبتلكم لحم بعجينة. الحقونا. إيش ده؟ أنا إيش قلت؟ إيش رح أسوي في ده؟ هاتيهولي هنا أنا هاكله. ترى أنا ما حد يقدر يمسكني أبداً. وسالي وسالي ما حدش يمسكني نهائي. أنا رايحة مرجح وياريت تسيبوني بقى وتروحوا. عم فلافيلو بتجري كده رايح فين؟ هيكون على فين يعني يا ليث؟ طبعاً رايحة عند العمارة اللي بتتبني عشان أتمرجح. لا يا عم فلافيلو، العمارة اللي بتنبني مو مكان للعب، هذا خطر مر عليك. ما تقلقيش خالص يا رزان، معايا الخوذة بتاعتي وشجاعتي كمان يا رزة. هوبا ليث، رزان، تعالوا انتوا كمان هنا، يلا هتنبسطوا قوي. اصلا ما ينفع تدخل هنا من دون اذن العمال. عم فلافيلو كافي كده، الحبل هينقطع منك. هيتقطع ليه يعني؟ ده حبل متين زي الحجر بالظبط. هم ترى هوي هم ترى هوي. الحقوا عم فلافيلو. بعده بعده، شو هاد يلي عم يصير هون؟ فلافيلو كان بيلعب على هذه الكورة بس الحبل ما تحمله، أخذه وطاح لتحت حضرتك. طيب بيصير حدا يلعب بموقع بناء يا أولاد؟ إيه الزحمة دي يا ترى؟ إنهم بيوزعوا اسكت بالعجوة ولا لحمة يا ضرغام، قول لي في إيه؟ ليث؟ رزان؟ إيش سبب الهوشة؟ عم فلافيلو كان بيتمرجح على كورة هنا وطاح تحت في الحفرة يا بابا. إيش؟ فلافيلو من جد طاح في الحفرة هذه؟ فلافيلو رد علي يا صاحبي. مش سمعت يا درغام. تمام. وبعدين هذا مو سامعنا، لازم ننزل تحت ننقذه. يا استاذ يا استاذ، لما تنقذ رفيقك يا ريت ترجع لي الطابه تبعي مشان كمل شغل. الكوره فعلا مهمه للدرجه هذه؟ طيب انا نازل انقذه. انا جاي معاك يا بابا. وانا كمان سوف اجي معاك تحت، يمكن هناك الاقي عض ديناصورات زي ما كنت بحلم زمان يا صاحبي. عندك حق يا رستم، يمكن ألاقي حاجة غريبة للبحث العلمي بتاعي. أنا جاي معاك. حلو مرة، يلا ننزل بسرعة. كيف هننزل؟ كاميليون لسانه طويل ممكن يساعدك وينزلكم. عيب جداً يا رزان، ما تتكلميش مع حد أكبر منك كده يا بنت انتي. يا رستم باشا، رزان عندها حق، الأخ حرباية لسانه 20 متر يعني يكفي ينزلنا. انتوا أكيد عم تمزحوا. ممكن كاميليون ينزلنا بلسانه وينقذ الموقف؟ أكيد عم تمزح معي. انت تبغى الكورة حقتك ولا لا؟ لازم توافق. تمام تمام، أنا موافق طبعاً. أنا هنا لو في شيء صار كلموني على طول، حكلم لكم النجدة تجيلكم. حدق عليكي وأقفل، ما تبقى معايا رصيد أبداً. أنتوا ليش هيك تقال؟ باقي شوية تحمل معليش. لا المهمة كده انتهت خلاص، أدينا نزلنا. لا ترجعوا من دون الطابة تبعي يا جماعة. الرجال هذا أشياء مهمة زيادة عن اللزوم يا جماعة. المكان هنا حر جداً يا بابا. عندك حق يا ليث، خدت بالي إن المكان هنا حر قوي أكتر من العادي. سيبكم من الحر، حنا لازم نلاقي فلافيلو. يا ترى هو فين موجود؟ لو نلاقي فلافيلو ونجد أيضاً كم عظمة، يبقى إحنا كده أنجزنا مهمتنا بجد يا ضرغام. كده يبقى باين الحلم هيتحقق. هذا زلزال ولا إيش؟ أشياء بتطيح من فوق. تقريباً العمال بدأوا يشتغلوا. شغل إيه ده؟ أنا بدأت أخاف. حد يلحقنا بسرعة من فوق بقى. الاهتزاز خلص يا بابا، بس إيش الصوت هذا؟ اهربوا. ده فلافيلو اللي بيتكلم؟ أكيد مش العفاريت، طبعاً فلافيلو. إيوة فلافيلو، فلافيلو جه، لقيناه خلاص. قلت لك اهرب يا أبو شنب أصفر بسرعة. ليش بيجري؟ بابا عم فلافيلو عنده حق، لازم نهرب بسرعة، الديناصورات جاية. إيه الديناصورات هنا؟ اهربوا، اجروا على فلافيلو. بسرعة هنا. أنا دورت عليك في السماء ولقيتك في الأرض. لا إحنا دورنا عليه فوق الأرض ولقيناه تحت الأرض. يا ريت كفاية نكت مش فني عشان بتقفلني ومضحكش باقي اليوم. ليه كده بقى؟ بما إننا لقينا فلافيلو يلا نشوف طريقة نطلع بيها. خلونا أول نلاقي كورة الرجال اللي فوق. أنا محتاج أقعد أعمل شوية أبحاث هنا، في حاجة غريبة بتحصل. ها؟ كيف يعني يا دكتور؟ أول حاجة الديناصورات بتعمل إيه في العصر بتاعنا ده؟
تاني حاجة، نوع الديناصورات دي ما بتبقاش متوحشة، بتتغذى على ايه بقى؟ لازم افهم ليه بيجروا، في سر. ما عندنا وقت للديناصورات، حناخد كورة الرجال ونطلع. لازم اعمل بحث قبل ما نطلع. وانا قلت لازم ناخد الكورة ونطلع فوق. انا قلت البحث كورة. انا قلت البحث كورة. العظم زبادي بالفاكهة. اسكتوا خلاص، انتوا بتضربوا على اشياء ما لها لزوم. شوفوا الديناصورات والكورة في نفس المكان. حنا مستحيل نقدر ناخد الكورة من وسط كل الديناصورات هادي. ايه؟ كل الديناصورات دي عايشة ليه لحد دلوقتي يا درغام؟ وما فيش هنا اي عظم قديم باين ولا ايه؟ فين العظم اللي انا نازله بنفسي؟ سلالة الديناصورات دي حساسة للصوت، لو فضلنا هادين واحنا بنتحرك مش هيحسوا بينا. يعني ايه يا دكتور؟ يا فلافيلو كفاية صراخ، ترى راح تخلي الديناصورات تاكلنا. انت بتفهم ازاي يا فلافيلو؟ قلت لازم نفضل هادين يا جماعة. حنا اسفين. كويس، ممكن دحين نحل الموضوع بهدوء. بس لا، هدول صحيوا. يلا تعالوا نتخبى ورا الشجرة اللي هناك. ما تقلقوش، انا خدت دروس كاراتيه 7 سنين من البقال يا اصدقائي، دلوقتي هوريهم مهارات النينجا الحقيقيه هتعمل ايه. هجي هو، اوعى تفكر تقرب لي. هاي تشباهي وشلي يا مامي. ايش بك يا عم فلافيلو؟ فين 7 سنين دروس كاراتيه؟ تقريبا انتهى تاريخ صلاحيتها وصار ما يقدر يستخدمها دحين. هو البقال ضحك عليا ولا ايه؟ ركزوا معايا، درجة الحرارة بتزيد بسرعة جدا. طبعا. عرفت ازاي؟ الديناصورات لما تحس بالحر بتعصب وبتبدأ تتحرك بعنف يا دكتور. ما يركبوا تكييفات عادي. عندك حق يا ليس، الشغل في الموقع بيحفز البركان القريب من هنا. طالعوا، البركان قرب ينفجر. مش هيستحمل اكتر من كده يا درغام، لازم نمشي من هنا. انا نزلت معاكم على الفاضي، انا دلوقتي محتاج العظم بتاع الديناصورات. وانا عايز زبادي بالفاكهة يا رستم. عظمها. زبادي بالفاكهة. عظمها. زبادي بالفاكهة. ايوه اصرخوا كمان، اصرخوا، جمعوهم عندنا، اصرخوا. عظم بالزبادي بالعظمها. مستحيل، ده شجر بيقع علينا، هعمل مرجحة ازاي دلوقتي يا درغام؟ مرجحة ايه يا فلافيلو؟ لازم ننقذ نفسنا وناخد الكورة ونطلع حالا. انا عندي فكرة، ممكن نستخدم فروع الشجرة اللي طاحت ونقفل فتحة البركان بالكورة اللي معانا، ايش رايك؟ فكرة حلوة حقيقي، ده هيدينا وقت نوقف اعمال البنى اللي فوق يا جماعة. يلا بسرعة نسوي كده. اهو هنا بالظبط، نضغط بقوة. يلا يا شباب امسكوا بسرعة. مش راضي خالص. ايوه فعلا يا بابا، تقيلة مرة. حسب حساباتي لازم نضغط في الحتة دي كده. مو راضي. يلا بسرعة، ارموا اللي يجي في يدكم عشان يضغط. ده ينفع يا درغام؟ ده بدوبي اللعبة. لا ما ينفع، بس ارميه يا فلافيلو. مو راضي، بس حنا ما حنستسلم. طب ارميها ولا ايه؟ ارمي يا فلافيلو. مفيش حاجة بتنفع نهائي، ارمي العظمة دي كمان؟ ايه؟ جبت العظمة دي منين؟ ما تقعد تسأل يا فلافيلو، اللي تلاقيه عندك ارميه، البركان قرب ينفجر. لا لا استنى، العظمة لا ما ترميهاش، أرجوك إلا العظمة. ما كنتش رميتها يا أخي كده، حطمت أحلامي. وقتنا بيخلص، أكيد في شيء تاني نسويه. مش هينفع كده، وسعوا، في قنبلة جاية، يلا ابعدوا. القنبلة فلافيلو. صحيح مينك يا فلافيلو؟ انت كنت رائع جدا يا عم فلافيلو، من فين تعلمت الحركات هذه؟ من البقال، مش قلتلك من بدري؟ البقال بيديني دروس كاراتيه بقاله كتير يا نايف. برافو يا فلافيلو، انت انقذت الحي كله، يلا نطلع فوق. العفو يا درغام، حيك يعتبر حي، وشكرا انك بتشجعني. ازاي يعني؟ هو انت مش تبقى دارنا يا فلافيلو ولا انا فاهم غلط؟ اخينا اللي ما بيضحكش اتكلم اهو. يلا 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 يا جماعه، خلاص جابوه. انتوا شاطرين جدا يا جماعه على فكره. الابطال وقفوا الشغل حالا. ليش هيك عم تقول؟ وين الطابة تبعي؟ وينها؟ في تحت كهف عايش فيه ديناصورات وبركان كمان، وبسبب شغل البنا قرب ينفجر ويدمر الحي بحاله، واستخدمنا الكرة بتاعتك علشان نقفل فتحة البركان. لو ما وقفتوا الشغل حقكم البركان حيحرق الحي كله. ايه طبعا اكيد، وانا عندي ديناصور بالكراج بروح فيه. لا تقولوا ما لقيتوا الطابة،
ديناصور شو بالعصر هذا بس؟ شو هالكلام؟ تحت فيه نظام بيئي مناسب للديناصورات، عندهم اكسجين ومية وحياة. انت لازم تصدق كلامنا لان ملناش اي مصلحة خالص في اللي بنقوله ده. والمفروض اني صدق كلامك العجيب هاد؟ شوف هاد يلي عندي، الشغل هون راح يضل مستمر ويلي ما بيشتغل هون بيمشي. يلا بقى تفضلوا لبرا. كرة طايرة! شهاب! رب! رب! مكان رائع! أنا سعيد! أنا سعيد هنا! أليست جميلة؟ وأنت ما رأيك؟ ما الذي يحدث هنا؟ أين ذهب العمال يا ترى؟ حذرناهم يوقفوا شغل وما سمعونا! بسبب الإنشاءات الديناصورات خسروا بيئتهم وظهروا عندنا! أنتوا كان معكم حق! أنا بعتذر لكم! عن جد بعتذر إنه ما صدقتكم لما طلعتوا! كيف؟ مؤكد لم تنفذ الدراسات الكافية، أنا آسف. للأسف مش هيرجع الديناصورات ولا هيخلينا نسيطر عليهم. خطرت لي فكرة جميلة، يبدو أني أستطيع إصلاح الوضع. كيف كده حضرتك؟ ناوي توزع عظم بالمكسرات على كل الحي؟ أو ممكن يعمل كورة مريحة لكل الناس. ننشئ محمية للديناصورات، ما رأيكم في هذا الكلام؟ ستربحون أموالا كثيرة. أتمنى لك. أنا أوافق على هذا. أنا سعيد هنا. روعة، كل شيء صار جميل وأحسن من أول. بصوا، لقيت عظمة من بين الأشياء التي طارت من البركان اللي في موقع البنا وحققت حلمي. لا الدنيا مش جميلة زي ما بتقول يا درغام، كرتي الهزازة مش موجودة. كل حاجة بقت جميلة قوي يا أحلى فريندز. عظمتك!